والحمد لله على ما يسر وأعان وسدد ونسأله القبول. كنا في خير أيام الدنيا، ثم مررنا بعد ذلك بأيام التشريق، وها نحن في برنامجكم أفضل أيام الدنيا نحط رحالنا في آخر لقاء بكم. كنا نتحدث في بداية العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، كنا نتحدث معاشر الأحبة أن الإنسان ينبغي أن يقبل على الله في الحياة كلها، لكن الله من منته جعل لنا محطات نغذي الإيمان في قلوبنا ونزيد شحناً لهذا الإيمان في قلوبنا، ثم إن الله يحب العمل فيها، فقلنا لا بد أن نحب ما أحب، لكن الله سبحانه وتعالى إذا جعل لنا هذه المراحل التي هي كعشر ذي الحجة وقبلها رمضان وإلى الأيام المباركات، فإن الله جل وعلا يريد من عملك يا عبد الله أن يكون ديمة، أن يكون دائم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن نختم أيام التشريق بغروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، تنتهي آخر أيام التشريق ويبدأ الناس في البحث في هذه الحياة عن أبواب رزقهم، وينطلقون للسياحة في الأرض ويأكلون من اللحوم التي من الله جل وعلا عليهم بها. وأقول همسة في أذن ذاك الذي لربما فكر بأن ينتكس وأن ينكص على عقبيه، أو أن ينقض الغزل الذي غزله، أو أن يهدم البناء الذي بناه، أقول له أحسن في الختام، فلربما أعطاك الله ما أعطى عباده. نعم، إن بعضنا لربما فرط في العشر الأوائل من ذي الحجة ومرت عليه وما حج، وكان الواجب أن يحج وكان مستطيعاً ومع ذلك سوف. البعض منا قصر في الطاعة، البعض منا لربما سوف في التوبة. أقول اليوم نداء لكل من يستمع النداء، أقول أبواب الله للتائبين مشرعة، وليست في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا في الأواخر من رمضان، ولا يوم عاشوراء، ولا أي يوم، بل أبوابه في كل يوم يبسط يده بالليل جل وعلا ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس من مغربها. إنه الكريم، إنه الرحيم، إنه المنان، إنه الشكور، إنه الحي، إنه القيوم، فاعبدوه واشكروا له. والله إنه سبحانه لا يريد أن يدخلنا إلى النار، ولا يريد أن يعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله كريم، ولذلك هو يعلم، يعلم منا الذنب، ومع ذلك يفرح بنا إذا عدنا إليه. إن الذي يفرح الله منك يا عبد الله، ألا تريد ربك أن يفرح بعمل صالح تتقرب به إليه؟ ما الذي يفرح ربنا؟ إنه يفرح بالعبد أن يعود إليه، يفرح به إذا تاب إليه، إذا عاد إليه، إذا أناب إليه، إذا انكسر بين يديه، إذا ناجاه، إذا بكى من خشيته. الله يحب التوابين، يحبهم ويفرح بهم فرحاً لا يمكن أن يقاس فرحه بما فرح المخلوق. لكن ألا تريد أن تفرح ربك؟ سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نحن معاشر الأحبة في هذا الموسم الجميل الذي رحل، نريد أن نجدد موسم العودة إلى الله في كل يوم وليلة، وفي كل لقاء مع الله في صلاة ونحن بين يديه، وفي جوف الليل، وفي جوف الليل كن من أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كن من أولئك الذين يقومون الليل إلا قليلا. ما أجمل أولئك الذين يتلون كتابه، يبكون بين يديه، يسبحونه آناء الليل وأطراف النهار. يا عبد الله، موسمنا الذي رحل، الله أعطانا كل يوم موسم، في اليوم خمس مواسم،
أفضل أيام الدنيا نعم كان العمل محبوباً إلى الله وعظيماً، لكن الله أيضاً من علينا بخمس مواسم في اليوم والليلة. تقول كيف؟ رمضان موسم، عشر ذي الحجة موسم، كيف تقول في اليوم خمس مواسم؟ إنها مواسم اللقاء بأرحم الراحمين، إنها الصلاة المكتوبة التي قال الحبيب لو أن نهراً غمراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من وسخه ولا من درنه ولا من رائحة بدنه سوء. لماذا؟ لأنه يغتسل في النهر خمس مرات. قال كذلك كمثل الصلوات الخمس، نعم إنها تكفر الذنب، ما بين الذنب والذنب، ما بين الصلاة والصلاة تكفر ما بينهما. فعودوا إلى الله عبر بوابة التوبة النصوح، عبر الصلاة التي نريد أن نغير نظرتنا إلى الصلاة، فأن تكون خاشعة، وأن نتلذذ بالوقوف بين يدي الله، وأن نسير في ختام هذا العام ونحن محملين بتوبة النصوح. لماذا تحمل هذا الذنب؟ ولماذا هذه الذنوب التي تنوء بها الجبال؟ لماذا؟ اطرحها عنك. كيف تطرحها؟ يا ربي إني أذنبت ذنوباً فاغفر لي، وأنت مقلع ونادم وعازم ألا تعود ومخلص وعائد إلى ربك جل وعلا. أبشرك أن الله لا يغفر للتائبين. نعم هي بشرى، كيف ذلك؟ لأن الله أكرم من أن يغفر لهم فحسب، بل يغفر لهم ويبدل ذنوب السنين حسنات. نعم ذنوب الأعوام الماضيات التي أحصاها الله ونسيناها يبدلها الله حسنات. فيا عبد الله احمد الله على هذا العرض اليومي الرباني، وكن من العائدين إليه، وقل بلسان حالك وبلسان مقالك وعجلت إليك ربي لترضى، وتأمل قول الحق، ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كنت سعيدا معكم في هذا البرنامج، وعسى أن نعود إلى مواسم الخير وأنا وأنتم وكل مسلم ومسلمة في خير وإلى خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قد دنت عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجناني.